مساء الخير. برغم قدسيه الزواج وميثاقه الغليظ وايات كتير عن حدوده وحقوقه، الا ان الطلاق ربنا عامل لنا له صوره كامله. ليه الطلاق له صوره كامله؟ لان الانسان بطبيعته لما بيعوز حاجه بيستميت انه يطلع احسن ما عنده، وده بيحصل في الجواز وفي الاول. لكن في الانفصال وهتسيب حاجه ما بقتش عايزها، نفسك هتوجهك للانا، هتبذل ليه وتضحي ليه، خلاص انت سايب هتستخسر. ربنا نزل صوره الطلاق، هي صورة بتتكلم عن الطلاق صح، لكنها منهج متكامل لفن التعامل في كل أوجه الفراق. حتى لو اتنين شركة في شركة، فكان نموذج لأكتر علاقة فيها قرب وحقوق وهي علاقة الزوجين. ولما يبقى القرار لإنهاء العلاقة دي، بيبقى للأسف عند كل واحد طاقة نفور وغضب تخليه قادر يحول الآخر لكائن سيء ما تخلقش أسوأ منه. فلما ربنا يحط قوانين تدار بيها النفس في موقف زي ده، يبقى من باب أولى إن النفس تدار وتروض في أي مستوى تاني أهون من ده، من مستويات الفراق، أصحاب، شغل، شراكة، جيران، أقارب، منهج لأي ناس مش عارفين يتفقوا أبدا. أي علاقة ملهاش حل غير الفراق، فكانت صورة الطلاق منهج للانفصال في حياتنا. في خطوات كتيرة ربنا أمرنا بيها في الصورة، لو طبقناها هتكون هي دي النتيجة. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. يغني الله كلا من سعته، متخيل ربنا يغني كل واحد بعد ما يفارق؟ غنى يعني إيه؟ المقصود بيها كل معاني الغنى من سعة الله، يعني كل نقص ووجع وخوف واحتياج ناتج من الفراق ده هيعوضك ربنا عنه من سعته هو وفضله وحكمته. فهيبقى الفراق في ظاهره نار، لكن باطنه بردا وسلاما وغنى وعوض من الله، ومن غير ما نشرت شكل العوض. لكن كل ده مش هيحصل غير باتباع الخطوات اللي ربنا ذكرها في سورة الطلاق. رقم واحد، واتقوا الله ربكم. التقوى يعني تقي نفسك وغيرك بقوانين الله، وهي أساس كل الأوامر التانية اللي مش هتعرف تحققها غير بالتقوى. تاني حاجة، فارقوهن بمعروف. المعروف هو الإحسان والتراضي بالشكل المعروف بين الناس حسب كل زمان ومكان، طالما ما بيخالفش تشريع. طيب ما كل واحد يفتكر نفسه محسن وعامل اللي عليه. علشان كده الشرط اللي بعده مهم قوي، واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله. تشهد اصحاب العدل اللي مش هيتبعوا اهواءهم وتستشيرهم على انه يكون فراق فعلا بالمعروف كامل الحقوق مش باتباع الهوى. وبعد الاشهاد على ده يجي الاتفاق، واتمروا بينكم بمعروف. الاتفاقات تبقى بالمعروف مش بالهوى. بعد كده ولا تضاروهن لتضايقوا عليهن، يعني ببساطه كده ما تلوش دراع بعض فتجبر اللي قدامك على قرار غصب عنه من عجزه. وبعدها لينفق ذو سعه من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ادفع الحقوق كامله، ولو مش قادر فعلا حاول وسعى لسداد الحقوق دي، وربنا هييسر لك امرك بصدق نيتك. ده المنهج اللي مش هتعرف تحققه غير بأول أمر فيه بالتقوى وحسن التوكل على الله، وساعتها دي نتيجة التقوى اللي بيها هتوصل للغنى الكامل. خمس حاجات ربنا قالها، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، والأخيرة فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. إيه كم الفتح والرزق ده اللي ممكن يحصل لك بسبب فراق وانفصال وطلاق؟ الفكرة في إيه؟ فإن كل قرار في حياتك تبقى مرجعيته ربنا، والهدف منه يبقى ربنا، وكلها اختبارات الإنسان بيكتشف حقيقته وقتها. في مقولة للشيخ محمد عوض المنقوش بيقول، الله يعطينا أشخاص ثم يغير الأشخاص بأشخاص آخرين، يريد أن يقول لنا كونوا معي في صورة أي شخص، فأنا من قربتهم منكم وأنا من أبعدهم عنكم، وما أردت من ذلك إلا أن تروني فيهم لتأنسوا بي في كل شيء مهما تغيرت عليكم الصور. وفي ختام سورة الطلاق ربنا قال، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ربنا محيط بكل شيء وعليم بتفاصيل كل واحد عمل إيه وبيعمل إيه. ممكن جدا واحد يكون بيتقي ربنا والتاني لأ، والنتيجة تبقى فراق مش بالمعروف بسبب طرف واحد منهم. آمن اللي عليك، ربنا مطلع،
طالما سعيت وبذلت وشاهدت زاوية عدل ومش متابع أهوائك، ركز إنك تطبق المنهج بقدر الإمكان. الموضوع محتاج مجاهدة، ولو عرفت تنفذ المعاني دي وقت الفراق فإنت قطعت شوط كبير قوي في إيمانك هيغير موازين حياتك بعد كده. والعبرة هنا مش برضا الطرف التاني عنك وحكمه عليك، في ناس مهما عمل مش هيرضوا عنك. ركز مع ربنا وقوانينه وتحرر بالله، ربنا هيغنيك بطريقته، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. هنتكلم بالتفصيل مع ضيفنا الشيخ عبد الأزهري من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. وصلنا النهارده لختام ملف الزواج، ملف حياه سويه. النهارده الختام هنتكلم فيه عن الطلاق. ضيفنا الشيخ عبد الازهري من علماء الازهر الشريف، اهلا وسهلا يا شيخ عبده، منورنا. ربنا ينور قلبك، دايما حضرتك بتختم معانا الملفات وربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك. خلينا نقول في الاول، الطلاق امتى يبقى ضروره؟ الأول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الطلاق شرع الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى شرع طريقة لطلاق الجنسين الرجل والمرأة، وهي الزواج بشروطه وأركانه وسننه وآدابه، ثم شرع طريقة للفراق ما بين الرجل والمرأة وهي تسمى الطلاق. مدام ربنا سبحانه وتعالى شرع الطلاق، إذن هذا في مصلحة الإنسان. أحيانا تستحيل العشرة ما بين الطرفين، وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. يبقى إمتى الزواج أصبح مستحيل واستحالت العشرة؟ والطلاق هو الأفضل في هذا الوقت، إذا استحالت تطبيق حدود الله عز وجل في العلاقة الزوجية. احنا كده داخلين على معصية وليس على طاعة. دي محتاجة توضيح قوي. تمام. يعني ايه ما نطبقش حدود الله ويتحول لمعصية الزواج لمعصية؟ زوجة مش قادرة بكل طرق الإصلاح النفسي والإصلاح وتهذيب العلاقة الزوجية ان هي تدي زوجها حقوقه الشرعية، خلاص هو سقط من نظرها لأسباب كثيرة جدا. في هذا الوقت هي معرضة لفتنة شديدة جدا، سواء كان داخل البيت أو خارج البيت، زي المرأة اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني لا أعيب عليه خلق ولا دين. هي غير متقبلة إطلاقا في هذا الوقت، هي غير قادرة على إعطائه الحقوق الشرعية. يعني هل حق الست لو وصلت لمرحلة أنها مش قادرة، مش طايقة زوجها زي ما بنقول كده، ده يبقى سبب من أسباب الطلاق؟ هتعيش معاه إزاي؟ هتكمل إزاي؟ والعكس، ما بيتقالش إن ده مشاعر وإن ده دلع وعدم تحمل مسؤولية؟ لا، ما هو في أحيانا بيكون في مستوى معين إحنا قادرين نكمل فيه، مستوى آخر مش قادرين نقيم حدود الله عز وجل، خلاص هي غير قادرة على إعطائه الحقوق الشرعية إطلاقا بأي حال من الأحوال. هو ما عندوش من الصفات اللي تخليها تتحمل، لأن ما فيش راجل كامل، ما فيش ست كاملة، ولكن فيه صفات إيجابية وصفات سلبية. الصفات الإيجابية كتير ما شاء الله، والصفات السلبية قادرين إن احنا إيه بتعوض بعضها في العلاقة الزوجية. أحيانا نصل إلى مرحلة سواء الراجل أو الست، هنتكلم على طرفين، يعني واحد قال إن لسيدنا عمر بن الخطاب قال بلغني أنك تريد أن تطلق زوجتك، قال أنا لا أحبها. قال ويحك، أو لم تبنى البيوت إلا على الحب. فده في مرحلة قادر إن هو يصرف على بيته، قادر إن هو يقيم حدود الله عز وجل، فهيكمل. وإحنا لسه هنقول ربنا سبحانه وتعالى في وسط آيات الطلاق ذكر لنا جملة كده اعتراضية بتوجهنا توجيه إن إحنا نصبر ونتحمل، ولكن احنا بنتكلم امتى يصبح الطلاق واجب ضروره، خلاص ضرورة. احنا مش قادرين. طيب انا علشان بس في الملف ده جات لنا مكالمه من اصعب المكالمات بصراحه اللي جات لنا، فانا حابه علشان هي مرجعيه كده بستشير فيها المشايخ في تفاصيل كتير. تمام. المتصله اتصلت وقالت زوجها يعني كان بيشرب خمور، فبيسكر وبيضربها بتعذيب مش ضرب عادي. فساعتها هي قالت انا لو اتطلقت هياخد مني الأولاد.
تمام. فاختلف بقى المشايخ على يعني اثرنا الموضوع ده ليومين. تمام. فالشيخ قال هي حسب فينا طبعا قدراتها، بس اصبري واحتسبي عشان خاطر الاولاد، والمجتمع بيقول لها كده واهلها بيقول لها كده. تمام. وهي قالت انا نفسيا مش قادره، لكن انا خايفه عشان خاطر اولادي. تمام. فما بقتش عارفه هي تكمل صبر، بتقول يعني شيروا عليا اكمل صبر ولا ما اصبرش. انا تقريبا كنت حاضر الحلقه دي، وهي كانت يعني تقريبا حصل حوار بيني وبينها. احيانا الزوجه بتكون غير قادره على ان هي تقيم حياه بعد الطلاق. يعني احنا دلوقتي بنقول الاهل بيصبروها، فاحنا نصحناها في المقام الاول ان احنا نصلح الحياه الزوجيه، نحاول يعني نوقف موضوع الضرب، نرجعه لاتفاق مثلا مادي ملزم ان هو لو تعدى عليها بالضرب يحصل يعني الزام ليه قانونا بعد كده، نوديه بقى محكمه او يتحبس. يعني الضرب ليس له مبرر. تمام. او الايذاء البدني. ولكن احيانا زي ما حضرتك ذكرتي هو بيشرب مخدرات، هو ممكن يرتكب اثم اكبر في العلاقه الزوجيه بالاعتداء عليها باخراج اولاد غير اسوياء نفسيا. في الحاله دي بنقول الضروره تقدر بقى. الزوجة لو انفصلت عن زوجها هي ما عندهاش مكان تعيش فيه. ما عندهاش قدرة ان هي تربي اولادها او تنفق عليهم، غير قادرة ان هي تاخد اولادها وتنتشلهم من البيئة السيئة دي. يعني هو هيبقى اب بيشرب وظالم وغير تربوي اصلا، مش هيتعامل مع اولاده بطريقة تربوية، وهي هتسيب الاولاد في هذا المستنقع السيء. هنا بقى انخاف الا يقيم حدود الله. انخاف الا يقيم حدود الله، بس وجودها هنا اخف الضررين. بنقيس بقى ما بين ضررين. يعني احنا عاوزين نشوف اقل الضررين فين ونقيس عليه. هي مساله شديده الحساسيه شويه. سيدنا عمر بن الخطاب له مقوله: ليس العاقل من عرف الخير من الشر، وانما من عرف خير الشرين. او اقل الضررين. فهي لو انفصلت هل ده هيكون في صالحها نفسيا وبدنيا وفي صالح الاولاد، ولا لو استمرت وصبرت ده هيكون في صالح الاولاد؟ انا ايه اللي خلاني افتح الموضوع ده تاني برغم ان حضرتك رديت عليه الاسبوع اللي فات؟ علشان حضرتك دلوقتي قلت قصه حدود الله انها لا تقام. صحيح. فهي صحيح. الفكره ان الموضوع بقى نسبي قوي، هو كده هي بتقيم حدود الله ولا ما بتقيمش حدود الله، واي واحده بنتعرضها لموقف زي ده. صحيح. فهي دي اللي بس احنا حابين ان احنا نوضحها علشان كده. طيب لما نيجي نتكلم عن الصبر والضغط، حضرتك قلت الاسبوع اللي فات الفرق بين الصبر والقهر، حابين نعيدها تاني برضو علشان دي احنا بنتكلم في الطلاق، لان لو ضغط وقهر هتوصل لطلاق. صحيح. لكن لو صبر فانا هبقى صابره وهحتسب وهكمل الزواج، ايه الفرق ما بينهم؟ الضغط النفسي هو علميا دلوقتي اكبر مسبب للامراض في العالم. يعني لو الانسان عايش في ضغط نفسي شديد هتحصل له مشاكل نفسيه وعصبيه، هتحصل له مشاكل عضويه، فمش هيقدر يكمل. ولكن الارهاق، الحياه متعبه شويه، الاولاد مشاكلهم كتير، البيت محتاج مجهود كبير، الفلوس قليله شويه، فده بيخلينا نبذل مجهود اكبر شويه. ممكن في علاقة تانية احنا معانا فلوس كتير وعايشين في بيت كويس ومعانا امكانيات، ولكن الضغط النفسي شديد. ففي فرق ما بين الارهاق البدني وبين الضغط الايه؟ النفسي، اللي يولد الانفجار. الضغط النفسي يولد الانفجار، الضغط النفسي يولد المرض. واحنا لما بنتكلم على الجزئية دي مش بنتكلم على الست بس. طبعا بنتكلم على الست وعلى الرجل. وعلى الرجل. الرجل احيانا يتحمل الارهاق في الشغل ويطلع من الشغل ده يروح الشغل ده ويبقى مزاجه رايق ويروح البيت ويصرف ما يبخلش، ولكن لو الضغط نفسيا لا هيقدر يشتغل ولا هيقدر يصرف على البيت ولا هتقدر الحياة تستقيم. فاحنا بنقول بقى الإنسان اللي هو لو مشى في الطريق ده المنتج اللي هيطلع في النهاية هو هيخسر نفسه كراجل، وهي هتخسر نفسها كست، ولو احنا خسرنا نفسنا مش هنقدر نربي الأولاد. فكده في النهاية معادلة الصبر دي هتوصلنا لنتائج سلبية جدا على مستوى الأشخاص وعلى مستوى الإيه؟ الأولاد. هتبقى اللي الخسارة هو أكبر. هتبقى الخسارة فادحة جدا. ساعتها بقى بنقول الانفصال هو الحل الأفضل. أنا حضرت جلسات طلاق كتير. أيوة. وكنت بتحاشى في كل، يعني لما بدخل في استشارة زوجية بندخل في تحليل الموقف في جلسات لتقريب المسافات
لتجاوز عقبة الطلاق، لأن موضوع الطلاق للأسف مرتبط بعيلتين، مرتبط بأولاد، ومرتبط بحقوق مالية فيما بعد الطلاق، ومرتبط بتعليم، والأولاد هيروحوا عند مين وهيزوروا مين وهيعيشوا مع أبوهم ولا مامتهم، والشخصين دولت هل هم عندهم نضوج كافي ان هم يتجاوزوا مشاكلهم ويبعدوها عن الأولاد، ولا هيستغلوا الأولاد في المشاكل لسه كل واحد الزوجية. هيكتشف نفسه أصلا في التجربة دي، فتجربة صعبة جدا. فاحنا بنقول طالما احنا دخلنا في علاقة والعلاقة دي مشت شوية كويس، كنا متقبلين بعض ونتج عنها أولاد، وبعدين حصلت شوية خلافات، طب تعالوا نتفق اتفاق يكون مرضي للطرفين ونكمل. بنوصل في النهاية بعد فترة ان الموضوع مستحيل ان احنا نكمل، فهم ناس محترمين مثقفين بيقولوا بدل ما نروح المحاكم احنا هنعمل جلسة، دي جلسة اسمها جلسة ايه؟ طلاق. احنا عاوزين الطرفين بيقولوا كده، احنا عاوزين الشرع والدين بيقول ايه والقانون بيقول ايه، ونتفق وكل واحد ياخد حقه بما يرضي الله. دول ناس محترمين جدا، واحنا بنفضل النموذج ده لو وصلنا لمرحلة الطلاق. فجلسة الطلاق بنشوف على الزوج والزوجة، بالرغم ان هما الاتنين احيانا، يعني احيانا بيكون طرف واحد هو المتمسك بالطلاق واحيانا الطرفين، بنشوف حالة من البؤس والحزن والألم اللي باين في الوجه، وباين في الكلام، واحيانا وللاسف الشديد بيحضر الاولاد جلسات الطلاق. فبقعد اسال نفسي سؤال، هل الراجل ده ما كانش قادر يعني يزود شويه فلوس مصروف البيت ويتجاوز عن شويه مشاكل ويكمل وينجو بالبيت ده من مرحله الهدم الشديده دي؟ الست دي ما كانتش تقدر تتخلى عن شويه عناد وشويه تكبر في العلاقه الزوجيه وتبقى هينه لينه طيعه لزوجها كده وتحمي بيتها من الانهيار؟ ببقى قاعد وموقن ومتاكد ان الاتنين يقدروا يعملوا كده. بس مشكله العناد والشيطان، احنا الشيطان تغلب على الاتنين وصلهم لهذه المرحله. بخبره حضرتك في المواقف دي يا شيخ عبدو، حضرتك بتشوف ان فعلا قليل قوي اللي عندهم وعي ان فعلا العلاقه دي تستحق الطلاق؟ احنا عندنا احصائيات بتقول ان تقريبا 50% من اللي طلقوا عندهم ندم على قرار الانفصال. ايه الفرق بينهم وبين 50% التانيين؟ ال 50% التانيين احنا مش يعني، هي الاحصائيات ما بتبقاش دقيقه قوي طبعا اكيد، ولكن بنقدر نقول ان ممكن يكون يعني جات لهم فرصه احسن للحياه. بمعنى فرصه احسن إيه؟ يعني واحده كانت متزوجه شخص سيء، أيوة. بعد الطلاق جالها شخص أفضل، فهي عندها قرار الانفصال بالنسبة لها أفضل مليون مرة من إنها تصبر. طب ولو ما جالهاش شخص وإن هي بس مجرد نجت بحالها من علاقة مؤذية، ده برضو سبب آخر. واحد كان متجوز واحدة يعني شاف معاها كل ألوان الألم النفسي، ما شافش معاها يوم سعادة. بنشوف راجل بعد ما يتجوز الزوجة التانية بعد الطلاق بوجهه بيضيء وبيبقى كده مستقر نفسيا، ونحس انه خرج من حاله من حالات الاذى النفسي الشديد لحاله من حالات الانطلاق في الحياه، نجح في كل حاجه، وشه نور سبحان الله. ويقول لك كده في راجل بينور الست وراجل بيطفيها، في بقى ست بتنور الراجل وست بتطفيه فعلا. ايوه بس انا عايزه افهم الفرق، عشان حضرتك قلت دلوقتي حاجتين والاثنين موجودين، ازاي الانسان اللي محطوط في التجربه دي يفرق ما بين انا كده هندم هنور ولا مش هنور، او اللي انا اللي فيه هي حضرتك ما فيش يقين. ما هي عشان ما حضرتك قلت يقين. جزئيه بتقعد مع اتنين ساعات تقول انا متاكد ان ده يقدر يحسن من نفسه كان يكمل في الجوازه، وهي نفس الكلام، يفرقوا ازاي اصحاب الشأن ان انا ده جبت اخري فعلا ولا ما جبتش اخري؟ على حسب حجم المشكله. اه يعني احنا بنشوف احيانا الطلاق بعد شهور من الجواز. يعني أنا في مرة كنت قاعد في محاضرة بتكلم عن أسباب الطلاق، وفي ولد قاعد قدامي بيضحك. فأنا يعني الموضوع استفزني شوية، أنا كل ما عيني تيجي عليه ألاقيه بيضحك، فرحت واقف باصص له كده وقلت له أنا ممكن أسألك سؤال؟ قال لي اتفضل. قلت له أنت ليه بتضحك؟ قال لي عشان في حاجة غريبة جدا حصلت. قلت له إيه هي؟ قال لي أنا أول مرة أجي المكان ده. آه. جاي بالصدفة. تمام؟
وبعدين انا هخرج من هنا هروح اطلق. سبحان الله. فلقيتك بتكلم عن الطلاق وبتحكي تقريبا يعني حاجه قريبه من مشكلتي. فالناس قالوا لي يعني لو تقدر تقعد معاه والولد لسه صغير في السن حوالي مثلا 25 26 سنه وشكله كده حد محترم. فقعدت معاه بعد ما خلصنا بقول له ليه يا حبيبي عاوز تطلق؟ قال لي انا مش قابل ومش طايق ومش قادر والرجوله والكرامه ومش عارف ايه. يطلع ايه بقى الموقف اللي هو بيتكلم عنه كان القيامه هتقوم ده. هما كانوا بيشتروا لبس وبعدين زوجته عاوزه تلبس لبس معين فهو شايف ان ده ما يصحش وما ينفعش. فقالت له خلاص انا هجيبه والبسه في البيت. فقال لها طب وليه من يعني نجيب حاجه زي دي بتتلبس بره بسعر غالي شويه ونلبسها في البيت؟ ما نجيب حاجه تكون مناسبه للبيت. فاختلفوا مع بعض فرمت له اللبس على الارض. ما احترمتهوش بقى. ازاي بقى انا يحصل معايا كده في مول مثلا قدام الناس وانا يعني ما اقبلش كده وانا هعمل وحفلي وكرامتي ورجعها بيت اهلها والطلاق هو الايه هو الحل؟ قلت له انت الاحسن ولا الرسول؟ قال لا حاشا لله الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت له تخيل بقى الرسول جايب طبق اكل كده بيديه للسيده عائشه فضربته من ايده قدام الناس. انا على فكره لما بقعد احط نفسي انا في الموقف ده سبحان الله لا مش ممكن. موقف بيخلي الانسان يشعر بغضب شديد طبعا. وده مين؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. والرسول كان الناس اللي حواليه بتقدسه. ده الرسول طلب ماء للوضوء، الجيش كله كان بيجري علشان يجيب ماء لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل يتحط في الموقف ده، تخيل بقى اتصرف ازاي؟ انت لو في المقام ده تعمل ايه؟ فوشه احمر كده مش قادر يتكلم. ده احنا بنتكلم على مين؟ طبعا الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت له ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وشاف ان ده بسبب الغيره، غارت امكم. وفي علم النفس بيقولوا ان ده توصيف الشعور. انا لو شايف زوجتي غضبانه ما اقولش هي ازاي علت صوتها عليا، لا اسال نفسي سؤال تاني، هي ليه بتعلي صوتها عليا؟ هي حاسه بايه خلاها تعلي صوتها عليا؟ فرق كبير في السؤالين. فرق تماماً. كبير في السؤالين بيخليني اقف اصلا في صفها. الزوجه لو شايفه زوجها غضبان راجع من الشغل ما بيضحكش، يعني كتير جدا تيجي لنا شكاوى من الستات ده بيدخل البيت مبوز. طب هو شاف ايه بره البيت؟ اسالي نفسك يخليه راجع كده. ما ده مفتاح الاحتواء اللي اتكلمنا فيه. مفتاح الاحتواء، مفتاح للمشكله، توصيف المشكله. ايوه. ده المفروض بقى لما يبقى راجع من بره البيت بالشكل ده تستقبله ازاي؟ تخفف عنه ازاي؟ ايوه. انما هي بتلاقي الرياكشن بتاع وشه كده غضبان فتقوم مديله رياكشن غضب هي كمان. بالظبط. فهو ما يبقاش سعيد. فالولد ده المشكله اتحلت في كلمتين. حجم المشكله احيانا بيكون صغير جدا، توصيفنا احنا للمشكله ووضعها في مكان اعلى من مقامها بكتير جدا بيخلينا ناخد رد فعل عنيف. لسه كنا في حلقه امبارح عن التعدد بنتكلم في المعنى ده اللي هو التسميه، لما الزوجه الاولى تضطر تتحط في الموقف ده وتسميه غدر وخيانه غير خالص لما تسمي ان انا غيرانه. صحيح. فالفرق صحيح. كبير في المسميات. صحيح. احنا عندنا ده في كله. بتوسم الراجل بوصم صعب جدا، فهي يبقى وقعوا عليها تتقبل. وقعوا عليه زي ما يتقال انا كده جرح كرامتي غير ما يقول عصبني شويه. صحيح. انا غضبت غير كرامتي اتجرحت وانا ما اقبلش على نفسي. فممكن تبقى المرجعيه بتاعت دي فعلا فكره الايجو وفكره الانا، فده كله بيبقى محتاج معالجه. كلمه الانا دي كلمه جميله جدا. الست لو تفهم دماغ جوزها هي هتخليه زي الخاتم في صباعها زي ما بيقولوا كده. انا كان نفسي شيخه مره تحضر معايا ملف يوم واحد من الاسبوعين. الله يستر. عشان تقول لو الزوج برضه يفهم دماغ زوجته. ده اكيد، ده اكيد. احنا انا على فكره يعني مش بتكلم بتحيز. احنا نفوس بشريه. ايوه. والراجل او الست عنده قدره على التحمل، وفي راجل بيبقى عنده قوه استيعاب يقدر يوزن بلد بحالها، وفي راجل لا. انا دي بس عايزه اعلق عليها. وعلى فكره هو طبيعي كل واحد بيبقى فاهم جنسه. يعني هو طبعا النفوس كلها لغز، عشان انا برضو بتحط في موقف انت متحيزه للست اطلاقا. هي الفكره ان ساعات الواحد بيتكلم بلسان دماغ المراه. صحيح. والذكور او الرجال بيتكلموا بلسان دماغ الرجل. صحيح. لكن هي في النهايه الامور يعني لازم يكون فيها اكيد الموازنه، وفيها ان دي في النهايه تشريعات ربنا، فده مهم جدا توضيح ده. فانا عايزه اتكلم في جزئيه معروفه قوي، جمله ان ابغض الحلال عن الله طلاق. هل الموضوع ده حقيقي؟ هو طبعا يعني نقدر نقول ان هو
نحسبها من اتجاه آخر. أفضل شيء، أفضل شيء عند الشيطان هو إيه؟ الشيطان عاوز الإنسان يكفر بالله عز وجل، عاوز الإنسان يرتكب الكبائر، يشرب الخمر، يقتل، يسرق، يزني، يفعل المحرمات. ففي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم جميل جدا، يبعث الشيطان سرايا، عنده شوية جنود كده شياطين صغيرين، فبيقوم يقول لهم انطلقوا على بني الإنسان فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده فتنة أعظمهم منزلة. يعني لما يجي واحد عمل مشكلة كبيرة جدا بين البشر، أو وقع واحد في كبيرة كبيرة جدا، فده بيكون مقامه كبير جدا عند إبليس، فيأتي ويقول ما تركته حتى شرب الخمر فيعرض عنه، دي مش حاجة كبيرة، ما تركته حتى زنى فيعرض عنه، ما تركته حتى سرق فيعرض عنه، فيأتي ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول ها أنت ذا، أنت أجمل واحد في الأباليسة اللي موجودين، ويدنيه منه. وسيدنا عبد الله بن عباس بيقول فيلتزمه، يعني إيه يلتزمه؟ يعني إبليس يقوم ياخده بالحضن ويطبطب عليه. اشمعنى بقى التفرقة بين اشمعنى بقى التفرقة؟ علشان هي المقولة يعني موافقة للمنطق. هنقول مثلا احنا عندنا عيلتين، غالبا في مصر عندنا الجواز بيكون من الأقارب في كتير جدا، مساحة شاسعة من الريف والصعيد وفي المدن كمان بيكون بنت الخالة بنت العم في الأقارب. فلما بيحصل الطلاق حصلت قطيعة رحم، ده رقم واحد. رقم اتنين، الراجل اللي فيه بينه وبين زوجته مشكلة معرض للفتنة، يروح الشغل الأستاذة مش عارف مين تجيب له السندوتشات وتقول له انت باين عليك ما نمتش كويس ومش عارف ايه، نبص نلاقي الراجل راح في مشكلة كبيرة جدا. الست اللي بينها وبين زوجها مشاكل، وصاحبها يعني في الشغل او زميلها مهتم بيها ومش عارف ايه، ما شاء الله انت زوج يعني ذوقك رفيع جدا وكلامك جميل جدا، فتقوم تحصل لها ايه؟ فتنه كبيره جدا، فتبقى بدايه وذريعه لفتن كتير، لفتن كتير للراجل وللست. طيب بيت زي ده وعلاقه زي دي، الاولاد هيبقوا عاملين ازاي؟ فهم بقى يعني ثمره كده طيبه للشيطان يشكلها على مزاجه، فيقوم الأولاد يطلعوا لنا منتج في غاية الانحراف بسبب المشاكل ما بين الزوجين. ولذلك العلاقة ما بين الزوجين علاقة مقدسة. بس هل هي أبغض الحلال؟ يعني ده نص مذكور وحقيقي ولا لأ؟ يعني هو مفيش نص في الأبغض، أصل ده المتعارف عليه جدا مرجعيته إيه؟ يعني هو كلام قيل، ولكن نقدر نقول إن هو مقارب للمنطق. حديث ضعيف، مقارب للمنطق شويه، لكن هو حديث ضعيف لكن مقارب للمنطق. مقارب للمنطق. وفعلا ان افضل حاجه عند ابليس هي الايه؟ الطلاق والانفصال، علشان هو بيوقع علاقات كتير جدا في بعضها، ومنها قطيعه رحم، وللاسف قطيعه الرحم مشكله كبيره جدا الانسان ما يقدرش يتجاوزها يوم الايام. شكرا لحضرتك يا شيخ عبده. احنا هنطلع فاصل، وفي خلال الفاصل زي ما احنا متعودين كل اسبوع بينزل في الفاصل كلام عن عادات بدون اثبات، عادات بنعملها بشكل غلط بس هي ملهاش مرجعيه ولا اساس من الصح. فهنطلع فاصل ونشوف العادات هي ايه ونرجع بعد الفاصل.
أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. شيخ عبدو، في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام: أيام امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فقد حرم عليها ريح الجنة. صحيح. إيه المقصود بالحديث ده؟ المقصود إن في واحدة عايشة حياتها مع زوجها، مفيش بأس هنا اللي هي يعني حاجة شديدة تلجئها إن هي تطلب منه الطلاق، يعني إهانة، ما بيصرفش على البيت ومعيشها في ضيق شديد، ففي سبب ملجئ للطلاق. إنما الزوج محترم بيصرف على بيته، عايش بيعاملها بالمعروف، فكل الحياة حياة جميلة سلسة ما فيهاش أي مشاكل، وهي عاوزة تتطلق بسبب مثلا إن هي عاوزة تعيش حياتها براحتها بقى، تخرج من غير ما حد يقولها رايحة فين ولا جاية منين، أو هي معاها مرتبها فليه يعني أتعب نفسي وكده، فأنا عاوز أستقل أستريح. فده دون بأس. طب ما هنا كانت في صحابية راحت للرسول عليه الصلاة والسلام، لا كانت بتكرهه يعني. هي كانت غير متقبلة الشخص أصلا. يعني مش فالكره يعني الشديد، حتى البأس كره شديد، كره شديد بأس. تمام. بس الكره ده بيبقى له أسباب أصلا، يعني مفيش حد بيكره الإنسان كإنسان، لا يحب ولا يكره، إنما اللي يحب ويكره تصرفاته وقيمه، الطباع والتصرفات. فالإنسان لما يكون طباعه سيئة أكيد الشخص اللي قدامه مش هيتقبله. لو الإنسان طباعه طيبة أكيد الشخص اللي قدامه هيتقبله. طب لو مش طيبة ومش سيئة بس في اختلاف في الطباع بقى صعب قوي العشرة، هذا بأس. طالما في اختلافات وصلنا لنقطة إن إحنا خلاص غير متقبلين بعض فده بأس. إنما في بعض النساء زي ما ذكرت لحضرتك تكون حياتها سلسة جميلة ما فيهاش مشكلة، ما فيهاش أسباب يعني تلجئ للفراق، ولكن هي شايفة إن الفراق ده بالنسبة لها إيه؟ راحة أكتر. أيوة تمام. أو حرية أكبر، فده طبعا مشكلة كبيرة جدا وتواجه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. طيب، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، معناها إيه؟ الشهادة على الزواج والطلاق. يعني ده في سورة الطلاق، عندنا سورة في القرآن بالضبط اسمها سورة الايه؟ الطلاق. الطلاق. فالأمر في زي قواعد كده محتاجين نمشي عليه. لما نيجي نتزوج بيبقى في عقد، زمان العقد ما كانش فيه توثيق، ما بيبقاش فيه كتابة. فعلشان حفظ الحقوق لازم يكون فيه 2 شهود. أيوة. والشهود دولت لازم تتوفر فيهم صفة العدالة، أشخاص مشهود لهم في المجتمع إن هو مش بيبيع ضميره. شخص إيه فيه نوع من العدالة، ما فيش حاجة بتجرحه في المجتمع. فنقدر نقول إن هو شهادته مجروحة أو شهادته غير مقبولة. يشهد على إيه؟ على إن دول على الزواج أو على الطلاق ولا على الاتفاقات اللي في الطلاق؟ على الطلاق وعلى الاتفاقات اللي في الطلاق. علشان لو الطلاق حصل ما بين الزوجين وبعدين جينا اختلفنا على الاتفاقات اللي حضرتك ذكرتيها، مين اللي هيبقى مرجع؟ مفيش. فساعتها الإشهاد من ذوي عدل منكم بيكون مخرج للاختلافات اللي ممكن تحصل بعد كده. أيوة. الآية بقى اللي لفتت نظري لحاجة: وأتمروا بينكم بمعروف. ساعات بيحصل، يعني أنا يعني لما قرأت في موضوع المعروف ده قالك اللي هو يعني بالطيب وبالحسنة. صحيح. وبالمعروف المتعارف عليه ما بين الناس، العرف. تمام. احيانا كتير لما بتلجأ الامور للمحاكم فممكن القاضي بيحكم بشويه ورق ومستندات. صحيح. فيبقى ممكن حكم باطل نتيجه الورق والمستندات، في ظلم للام او. صحيح. للزوجه او للاولاد او للزوج او للزوج بالظبط. فهل هنا الفكره ده يبقى اسمه عدل؟ هو ده تشريع ربنا؟ لا، انا هقول لحضرتك على حاجه. هو القاضي او اي حد هيحكم، يعني حتى لو كانت قاعده عرفيه. أيه. يعني فابعثوا حكما من أهلية وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. جاء الحكم وما حصلش إصلاح وحصل الطلاق. أيه. اللي بيحكم لازم بيحكم بناء على كلام الطرفين، يعني إحنا الاتنين اختلفنا فروحنا قعدنا مع حد، الحد ده حكم فبيسمع من الطرف ده ويسمع من الطرف ده. تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو أنتوا الاتنين جيتوا لي لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فكل واحد يقول الحقيقه، مفيش حد يزود لان في بعض الناس بيبقى متكلم بيقدر. أيوة. يقنع اللي قدامه. بيقدر يحسسه ان هو صاحب الحق على عكس الحقيقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يكن احدكم الحن في حجته من اخيه.
طيب احكم له. دي في حاله اللي هو احنا لسه بنصلح. لا ده في حاله الحكم. تمام. الرسول بيقول فاحكم له فاقتطع له يوم القيامه من النار. لكن في المحاكم محدش بيسمع من حد، هي المحاكم بتقدم مستندات وبتقدم يعني مفيش فكره ان انا بسمع من الطرفين بالابعاد دي. لا بابعاد الصلح بتاع اللجان بتاعت الفتوى او كده. صحيح، بس القاضي بيدي الفرصه للطرفين، بقى في محامي للطرف. لكن ده يعني مثلا خليني اقولها بمثال، النفقه بتاعت الزوج بتتحدد ازاي؟ اللي هتدفع للزوجه وللاولاد من مفردات المرتب بتاعت الزوج. صحيح. كتير جدا بيتلاعبوا في مفردات المرتب مثلا. صحيح. فالقاضي بيحكم. صحيح. من مفردات المرتب. فده عشان كده انا بقول لحضرتك هتبقى ظلم للزوجه وللاولاد. صحيح. ده حكمه ايه على الزوج اللي في النهايه بيقول القاضي حكم لي ماله حرام؟ يعني هو اصل دي مساله حقوق. ده هنا في حق للزوجه وحق للاولاد وفي حق للزوج. يعني احيانا الزوجه بتطلب طلاق للضرر، طلاق للضرر، علشان القاضي يطلقها للضرر لازم يكون في اجراءات معينه، اثباتات معينه. اثباتات معينه لا يمكن تثبتها الا بالزور. ان هو يعني الزوج ما بيبقاش بالدرجه دي، فبيقع عليه هو ضرر كبير جدا، او هي تاخد جزء من املاكه او من حقوقه باشهاده الزور او باثباتات غير شرعيه. في الحالة دي هي أخذت مال حرام. طب هو المفروض يديها نفقة بمقدار معين محددها القانون تقريبا 25%. أيوة. فعلش هو مرتبه عالي مثلا. هو مثلا بيقبض 30,000 جنيه 40,000 جنيه، فهتاخد ايه 10,000 جنيه. فهو شايف ان هي ما تستاهلش والأولاد مش هيصرفوا ده كله في الشهر. فعاوز يقلل ده، فيجيب مفردات مرتب 10,000 جنيه، تاخد بقى 2500. هو بمزاجه حب يزود يزود، حب يقلل يقلل. فده انسان ظالم ويموت ضميره بان القاضي اللي حكم. ما هو مش فكره القاضي اللي حكم، ما انا اللي اديته المعطيات الغلط اللي هيحكم عليها. بالظبط. ما هي الايه ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. لا، هي الايه دي المقصود بيها قصه تانية خالص. ايه؟ ان احد الصحابه اخته اتطلقت. تمام. وطلقه رجعيه، يعني جوزها ممكن يرجعها تاني، فتصافت هي وزوجها، فزوجها عاوز يرجعها. فأخوها مرضاش يرجعها، فالقرآن نزل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. الكلام هنا لأولياء أمر الزوجة، لو جوزها طلقها وبعدين عاوز يرجعها مرة تانية فبيحبسوها عنه، لا مش موافقين مش هنجوزها. فده معناها وده معناها. وأحيانا كمان يقولوا لها طب انت عاوزة بقى تروحي اتنازلنا بقى عن ميراثك لتذهبوا ببعض ايه ما اتيتموهن. مش فكره المؤخر او المهر، اصل مفهومه حاجه تانية. لا، هي التانيه بقى هو فتذروها كالمعلقه. ان هو بيعلقها علشان هي تروح ايه تتنازل. إيه اللي هي ولا تضرهن لتضيقوا عليهن، دي المعنى ده؟ لا، ولا تضرهن لتضيقوا عليهن معناها ان لو الزوج طلق زوجته، وده في بدايه سوره الطلاق. ايوه. هي بتقعد في البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. مفروض في فترة العدة الزوجة قاعدة في بيتها، ده شرع ربنا، وربنا يقول تلك حدود الله. أيوة. فتقعد في بيتها، ويستحب لها أن تتزين، تلبس لبس جميل وتلبس لبس قصير مفيش مشكلة، علشان تكون سبب من الأسباب إن هو يرجعها، قلبه إيه يرق مرة تانية. وهو ما يخرجش من البيت يقعد. طيب هو بقى عاوز يقرفها ويضايقها، فبيضايقها في البيت علشان هي ايه تمشي، فده آثم عند الله سبحانه وتعالى. لكن هي مش فكره الايات دي معناها ان هم تعجزوش الزوجه، او الزوجه تعجز الزوج في الطلاق، او علشان حد يتنازل زي ما حضرتك قلت تنازل عن حقوقه. ده موجود في الشرع. واذا اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فحتى لو انت اديت للزوجة مهر كبير وانت عاوز تطلقها، أيوة، ما تقعدش بقى تضايقها علشان ايه تتنازل هي. هنا بقى في نقطة مهمة جدا، فكرة الطلاق مع الإبراء، لأن كتير جدا من الأزواج بياخدوا إن الموضوع ده خلاص، مش انت عايزة تتطلقي خلاص يبقى تنزلي عن كل حقوقك. وده الصح. طب ما هو ثانية واحدة بقى يا شيخ عبده، ما هي كتير بتبقى الزوج مطلع عين الزوجة
تمام. انا بنتكلم عشان بنتكلم في حاله الطلاق مع الابراء. صحيح. الزوج مطلع عين الزوج خلاها ما عندهاش مخرج غير انها تطلب الطلاق، فبيبقى بسبب افعاله وبسبب سلوكياته وسبب طباعه فبتضطر تتطلق، فيقول لها انت اللي عايزه تطلقي، انا مش عايزه اتطلق، ابريني. هقول لحضرتك نموذجين. اه في فرق ما بين زوج سيء العشره هو طباعه كده على فكره. الشخص اللي طباعه وحشه هو مبقاش سعيد لان هو في محيطه الاجتماعي مبقاش مقبول فبيبقى متضايق، بس هو عنده مشكله في طبعه وعاوز حد يقوم له سلوكه او يستوعبه بطريقه او اخرى. هي غير مؤهله ان هي تعمل ده، فالاتنين وصلوا لمرحله هو عادي، هو اصلا عايش وخلاص مضايق اللي حواليه كلهم فمش فارقه معاه، ما جاتش عليها يعني. ايوه بس هي غير قادره على التحمل بالزبط. فتعمل ايه؟ فتطلب الطلاق. فهو يقول لها مش مطلق. ساعتها بقى هي بتروح تتنازل، وده شرع ربنا ما فيهوش مشكله خالص، عن حقوقها علشان تفدي نفسها. فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب. تلك حدود الله. حد طيب واحد بقى تاني بيضايقها علشان تتنازل، هو عاوز يطلق. بيضايقها عشان هو حاسس ان هو هيخسر كتير في طيب الطلاق. لا، وفي طب ما في حاله ثالثه. ان هو مش فكره طباع او هو بيعمل كده، هو مش واخد باله مثلا، ودي عيني طباعه، وفي حد مش مسؤول مش قوام بس في عند، لا ومش عايزه اطلق كده كده، وانت خليكي قاعده على ذمتي، عايزه تطلقي تبريني. ساعتها ما هو ده اختيارها بقى. يعني هو دلوقتي حضرتك بتقول ان هو عنده مشكله وغير قادر على التحمل فعاوزه تتطلق. عنده مشكله، مش عيب خلقي فيه او عيب. أنا فاهم. هو المشكله هو مقصر ومقصر جامد. مقصر وهو شايف ان هو هيتحاسب على تقصيره. ايوه. اي راجل، كلكم راع كلكم مسؤول عن ايه؟ رعيك. وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. كفى اثما، يعني لو هو ما عملش في حياته اثم غير ان هو ضيع من يعول فالإثم ده يكفيه عند الله سبحانه وتعالى. ومعروف إن هو ضيع من يعول، بس برضو تتنازل ساعتها. تتنازل، ما هو حلها إيه؟ هي هتتنازل. بس أمال إمتى ياخد كل واحد ياخد حقه؟ بالتراضي. طب لو هو مش طرف منه مش عايز يطلق، مش عايز، بس التاني خلاص مش قادر يستحمل، ما يبقاش فيها تراضي؟ اللي مش قادر يستحمل بيتنازل. ها. سواء الزوج أو الزوجة. تمام. يعني أنا ليا صديق بيطلق الفترة اللي فاتت دي، واتكلمنا المهم في الآخر هو أعطى بزيادة ما شاء الله، يعني الضعف. ليه؟ قال أنا بعوضها عشان هو اللي عايز يطلق. عشان هو اللي عاوز يطلق. احترمت ده فيه جدا سبحان الله. في ناس كتير جدا يقول لك لا، أنا أطلع بأكبر قدر من المكاسب وأقل قدر من الخسائر. فدي هي مشكلة الطلاق، أنها مشكلة حقوق، والله عز وجل لا يسامح في حقوق العباد سواء كان راجل أو ست. سبحان الله، عشان كده ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم. صحيح. لان هي دي اللي هتخلي النهايات مقبوله على الاقل، ما يبقاش. صحيح. من كله احنا وغالبا بيبقى في تواصل بقى عشان الاولاد والرؤيه والقصص دي كلها. بالظبط. وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. دي الختام باذن الله، يا رب استرها علينا، يا رب بصرنا. ويعني ونبقى فعلا مش بنتبع الهوى، لان الهوى ده هو اللي بيضلنا فعلا عن كل حاجه. الهوى والانا دي مشكله كبيره. بالظبط، سواء في جواز او في طلاق. شكرا جدا لحضرتك يا شيخ عبده، ربنا يبارك في حضرتك. شكرا جدا لحضراتكم، ان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي بملف جديد على خير ان شاء الله. ان شاء الله.